متابعينا محبينا على قناتنا، تحياتنا لكم اينما تكونون. واليوم جيناكم فيديو جديد، واليوم من الصبح وحان ونور. هلا حبايبنا، شلونكم؟ ان شاء الله بخير يا ربي، صحه وعافيه. واليوم جولتنا رحنا الصبح سوقنا، وليد عاجبه سمك وانا عاجبني دجاج، فجبنا دجاج من التركي لان التركي يعترفون حلال، والروسي جبنا سمك فجينا. واليوم طبختنا وليد بس السمك مالته اليوم يختلف بالتمر هند، واني تتبيله الدجاج مالتي غير شكل متعوده عليها على طول. ان شاء الله راح تبقون ويانا وتشوفون اليوم سفرتنا هذا اليوم. ابقوا ويانا نسويكم اكلات طيبه ان شاء الله. سووها وانطونا رايكم ان شاء الله. تتبيله الدجاج طاش جديدك، اضيف ملعقه واحده من اللبن، حلو، وملعقه واحده من الراشي، شوفوا، وهنا أنا رشة ثوم وفلفل أسود، أكيد لازم يعطيها نكهة طيبة. وهنا أنا راح أخلي لمندوزي، وهنا أضيف سنين شو اسمه قرنفل كافي، لان يعني القرنفل يعطي طعم وريحه بالاكل الخضب. وهنا انا حضيف ملعقه واحده دبس الرمان، شوفوا شديدك، مع ليمون. ليمون انت تريدون فريش او تريدون انتو ايش قد ما تخلون. ايوه، والملح كالعاده لازم ملح وجمهور اكيد طبعا. هسه من الملح زايد على مش شنو يصير طعمه طيب. يا عشت يدك زيت الزيتون اويلي يابه. بس ايش راح اسوي؟ اخلط المواد. هسه مثل ما تشوفون هيك خلطتها المواد، وخطي الفروجه راح اخليها امشي الفروجه يابه. وهاي يعني هسه الساعة بيش عدنا نقول بثلاثة، صح وليد؟ ايه. وراح اخليها قبل الفطور بساعة. ايش قد ما تحبون تخلوها؟ اي اكو من الليل يعني مرات اخليها يعني تخبر. كل ما تكون بالتتبيلة اكثر تعطي طعم اكثر طيب. اي، وبحث من اللحم مالتها بالتتبيلة هيك يكون صار طري. اي عاشت ايدك، يلا مجمولة خلينا نشوف الطبخة. وانا ماتي راح اشوفكم الطبخة مالتي. اليوم انا راح اسوي سمك مشوي، ورحت جبت السمكه اليوم من الصبح وجبت وياها تمر هند. التمر هند مالتنا ويلي مال العراق. ها عيني خلي اشوفكم اياها. تمر هند مال العراق ويلي. هاي الصلصه مالته راح اسويها ان شاء الله، راح اشوفهم الطريقه مالتها كلش حلوه وراح تعجبكم، وراح اشوفكم فطورنا اليوم. بوتيتا حاسه اخلي وياها شرائح، مع العلم البوتيتا ترى مملحتها واحد. وهنا أنا بصل حخليلها فقط، بتيتها وبصل. هسه أضيف لها الصوص، هو ماجي ومي دافي وقليل من الكاري. وهنا معكرونة، حسوي زلاطة المعكرونة. هسه راح اشوفكم الطريقة. وهنا الشوربة يعني العلبة من الذرة، وهنا بازاليا سلقتها خضراء، وهنا طرشي، وهنا فجل احمر هيك قطعته. وهسه راح اضيف المواد. اول ما ابلش اضيف المعكرونة واضيف البازاليا واضيف الذرة كلها. لحظة، وهنا أنا اضيف الخيار، اضيف الخيار، وراح اضيف لها هسه رشة الملح. واضيف ليمون، وراح اضيف
رشة من زيت الزيتون، لازم زيت الزيتون لكل طبق سلطة أو مقبلات، هاي كلش طيبة. هسه راح أخلط المواد، نمزجهم مع بعض. شكلها كلش حلو الألوان. شوفوا هسه شكلها كلش حلو. هسه هنا راح نضيف الفجل بالأخير للتزيين، وأكيد همينة الفجل بالطبق الزلط كلش طيب، ينطي طعم طيب وشكلها همينة يكون حلو. شوفوا أصدقائي، شوفوا هسه هذا شكلها. وين وصلتي بالمحلبي؟ يا بي. وهاي التحلاية الزينة بعد الفطور، وهاي الشوربة مال العدس، وعاشت ايدك ام جمولي، وهاي الدجاج التبسي مال ام جمال سوته شلون تحمر على كيفك عيني بدون حوادث. عاشت ايدك والله، والله صايرة مبينة غير شكل. بس شو وقت يضرب الطوب؟ اقول شو وقت يضرب الطوب؟ هاي علم جمال بسبيه ساعة، ساعة بالسبعة وعشرة لازم نخلي الدجاج. طريقة شاي يعني بدي اسويه هذا اليوم، حجربه نعناع وشاي اسود اي وشاي شكر وشكر مش حسب افور المي ويفور المي اديره ورا ما ينغلي واخليه على النار هذا. عاشت ايدك يلا جربها ورا الفطور ان شاء الله. التمر هند عيني شوي خليت له ملح وشوية خليت له من الليمون هذا الاعتيادي وذوبته بهالشكل هذا على مود السمكه. هسه راح اخليها بالفرن. اوكي يعني بشن لازم اشبعها ملح، سبعين سمكه هالملح صحيح. هسه يقولوا لي هوايه خليت ملح، لا هذا كله يذوب بعدين سوي المي يطلع بعد بعد جمادات الحرارات ما طلع عليها ترب. عكس ذيك اي ما طلع عليها ترب. انت تحب السمك هسه شنو؟ العشق. اي انا يومي اكل سمك تدرين بيه. هسه شنو يعني نخليها بالفرن؟ يا الله فرن حار حار دير بالك يعني هسه ما عندنا الكرخيم كنا نقعد نشوي ونسقف وهاي لازم نمغطها بالطماطم ان شاء الله كلش طيبه. يلا نذوق نعطيكم رايي. انت مطق شوف يعني السمكه وهنا الزلاطه سويناها وهذا الدجاج بالكاري وهاي بوتيته محشيه بالجبن والكرفوس ولازم يكون البرغل موجود وشوربة العدس اهم شيء. هاي هسه بعد ما فطرنا انا وام جمال والعائله كلها طبعا والسمك والسمك اليوم انت خبل. عاشت ايدي وايدك ام جمال، عاشت ايدك والله وعاشت ايدك على الدجاج طبعا بالكاري كلش طيب كان. لا وما بقى طبعا ما نصور لكم احنا نهايه السفر. الزلاطه هم جربوها كلش طيبه ان شاء الله. طبعا ما شايف قناتنا ام جمال اشترك بالقناه يفعل الجرس لان ريح. هسه راح نختم الفيديو ونقول لكم رمضان احلى وياكم. باي باي.